غادي نعطيك قضن بزعفران شعرة غير لي بزار وشويه ديال المليحه والزعفران شعرة بلا ما تدقيه وبلا بصله بلا بالمعدن شويه وكتشويه يعني غير البزار والملحه وشويه ديال الزعفران الشعره والمعدنوس وتشويهم قطبان غادي نعطيك القطبان في الفران روميه القطبان تماما صيله مشلطه الوراق ديال المعدنوس ما نديروش لاتيج المليحه البزار لا كمون لا والو هادي كنديروها في الفران بالزبده ملي كيطيب نهائيا كرا اللحوه ليها شويه ديال الحامض معصر كيشرب ما بين الزبده والحامض كيكون واحد المذاق زوين كترافق الروز بيض كيطيب بوحدو. هاد القطبان ديال الفران قلتي لنا فيهم بصله مشلضه وشويه ديال المعدنوس غير الوريقات والملح والابزار ياك فقط وملي كيقربوا يطيبوا كنعصروا عليهم شويه الحامض اي كيكون عندنا معصر باش كيتخلط مع الزبده وكيعطي مذاق هذه روميه لا شنو الزبده فين نديروها مع الحمض مع اللحم في الاول مع حنت ما كتبناهاش واخ يعني الزبده مع البصله والمعدنوس والملح والابزار ما نكثرش المعدنوسه اييه غير وريقات شويه منه واخا واخا صافي كنقطبها مع الرز بيض يعني ديك المريقه كتقطع الرز